السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرح اليوم بإذن الله الواجب رقم 2 من مادة الـ IT 210. من الواضح أنه فيه نسخة من الواجب خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالسيدات، فخلي بالكم من النقطة دي. حضراتكم أنا هشرح الواجبين وانتوا كل واحد منكم هيشوف الواجب الخاص بيه ويحل المسائل التابعة لي. أول سؤال بيقول لي أوجد لي البيت لينث للوكال أريا نتورك لو الداتا ريت كان 1 جيجا بت بير سكند، وكان الميديم لينث يعني طول اللينك بتاعك كان 200 متر ما بين الجهازين. وبيقول لي أسيوم، افترض أن البروبيجيشن سبيد أو سرعة إرسال الإشارة على الميديم كانت 2 × 10^8 متر لكل سكند. طيب هو ايه هو البيت لينث؟ هو البيت لينث اللي يقصده هو الفريم لينث، يعني عدد البتات اللي موجودة في الفريم. احنا كان عندنا قانونين بيحسبوا التايم. القانون الاول يا اما التايم بيساوي الديستانس على البروبيجيشن سبيد، او التايم اللي هو بيساوي الفريم سايز على الداتا ريت. طيب القانون الأول عندنا منه إيه؟ عندنا المسافة كانت 200 متر، عندنا البروبيجيشن سبيد اللي هي السرعة بتاعتي كانت 2 × 10^8. طيب لو قسمنا الاثنين على بعض هيديني الزمن، يبقى إذا نقسم 200 اللي هي المسافة ما بين الاثنين ستيشنز على السرعة بتاعتي اللي هي 2 × 10^8 متر لكل سكند. وخلي بالكم دي متر لكل سكند وليست ملي، يعني محدش يروح يضربها بعشرة أس سالب 3. يبقى هنقسم 200 على 2 × 10^8، هنلاقي الآلة الحاسبة تطلعني 10^6 سكند. الناتج اللي هيطلع من آلة الحاسبة هنكتبه زي ما هو ونكتب جنبه سكند. ليه؟ لأنه زمن والزمن بيقاس بالثانية. فمحدش يشغل نفسه هنا الناتج هو ميلي ولا مايكرو ولا نانو، ما تشغلش نفسك. الناتج اللي هيطلع في الآلة الحاسبة هنكتب جنبه كلمة سكند وخلاص. طيب القانون التاني كان بيقول لي ان التايم بيساوي البيت ريت، او اسف اللي هو الفريم لينث او اللي هو البيت لينث، على البيت ريت او الداتا ريت. انت عندك التايم وعندك البيت ريت اللي هو 1 جيجا بت بير سكند، والتايم احنا اوجدناه، مين اللي مجهول؟ اللي هو الفريم لينث. هنعمل ايه؟ هنضرب الطرفين في وسطين، يعني نضرب التايم في البيت ريت هيديني الفريم لينث. يبقى اذا التايم بتاعي اللي هو 10^6 سكند بيساوي البيت لينث اللي احنا مش عارفينه على الداتا ريت. طب والداتا ريت بكام؟ الداتا ريت كان 1 جيجا بت بير سكند، والجيجا على الخط بتاعنا نفتكر كده كنا بنقول هنا كيلو وهنا ميجا وهنا جيجا، وبنقول دي 10^3 دي 10^6 والجيجا 10^9. يبقى هنشيل الجيجا ونعوض عنها ب 10^9. يبقى اذا ال 10^6 بتساوي البيت لينث على ال 10^9. هنضرب الاثنين دول في بعض، اللي هو ال 10^6 مضروبه في ال 10^9 هيديني ان البيت لينث بتاعي بكام؟ ب 1000 بت. وبكده بينتهي التمرين. التمرين اللي بعده، احنا كنا خدنا ان احنا عندنا من الطرق الخاصة بالمالتيبل اكسس ميثود كان حاجة اسمها الوها، وليها نوعين اللي هي البيور الوها والسلوتد الوها. فهنا بيقول لي ان انا عندي 100 جهاز، 100 ستيشنز، عندي 100 جهاز، والمية جهاز دول بيستخدموا البيور الوها وبيستخدموا بيت ريت كان 1 ميجا بت بير سكند. طيب انا هنا ما قاليش ان هو بيت ريت، بس انا عارف ان البيت ريت بينقاس بالبيت بير سكند، فانا عرفت ان ده اسمه البيت ريت على طول او الداتا ريت. بيقول لي لو الفريمات اللي موجوده عندك كانت 1000 بت لونج، يعني معنى كده ان الفريم لينث او عدد البتات اللي موجوده في الفريم كان 1000، يبقى ده الفريم لينث. اوجد لي الثروبوت. طيب لو كان كل ستيشن بتبعت 2 فريم في الثانية الواحدة،
وبيقول لي كرر لي العملية دي في حالة السلوتد ألوها. يبقى احنا هننفذها في حالة البيور ألوها والسلوتد ألوها. أول حاجة احنا عايزين نحسب عدد الفريمات في الثانية. هو أنا عندي كام ستيشن؟ عندي 100 ستيشن، كل واحدة منهم بتبعت كام فريم في الثانية؟ 2. يبقى عدد الفريمات في الثانية الواحدة هيكون كام؟ هيكون 2 مضروب في 100، يعني 200 فريم. طيب نيجي نحسب الفريم ترانسميشن تايم. الفريم ترانسميشن تايم احنا كنا حاسبينه فوق كده بقانون بيساوي البيت لينث او الفريم سايز على البيت ريت او الداتا ريت. طيب الفريم سايز كان كام؟ اللي هو كان 1000. طب والبيت ريت كان كام؟ ده هو مدهوني ان هو 1 ميجا بت بير سكند. يبقى هنقسم الألف على 10 أس 6، هنلاقي إن الزمن يطلع لي 10 أس سالب 3 سكند. أعيد وأكرر، هنكتب الناتج اللي طالع على الحاسبة مباشرة زي ما هو سليم. هو مش طالبه مني هنا بالملي ولا بالمايكرو ولا بأي حاجة، فطلع الناتج 10 أس سالب 6. المفروض إن احنا علشان نحسب القانون بتاع الثروبوت في حالة البيور ألوها أو السلوتد ألوها بيكون شكله كده، جي في الاكسبوننشال سالب 2 جي، ده اسمه اس، والاس اللي هتطلع دي هنضربها في عدد الفريمات في الثانية الواحدة. فاحنا محتاجين نحسب مين؟ محتاجين نحسب الجي. طيب الجي اللي هي ايه؟ الجي دي هي النسبة ما بين الفريم ترانسميشن تايم اللي حضرتك طلعته ب 10 اس سالب 6 سليم، يبقى ده البسط بتاعي، مقسوم على 1 على عدد الفريمات في الثانية. طيب وانت بتبعت كام فريم في الثانية؟ احنا مطلعين ان احنا كان عندنا 100 جهاز وكان كل جهاز بيبعت 2 فريم في الثانية، يبقى التوتال هيكون 200. يبقى هنيجي قسمين كده ال 10 أس سالب 3 اللي هو الفريم ترانسميشن تايم على الواحد على ال 200 فريم في الثانية، هيديني بالآلة الحاسبة يطلع 2 من 10. يبقى احنا كده جبنا مين؟ جبنا الجي. نروح نعوض بقى. احنا عندنا حالتين، اما في حالة البيور قالوها او في حالة السلوتد قالوها. خلي بالكم هنا في خطأ املائي الاس، وياريت اللي عايز يعدل يجي على كلمة فريم لينث دي ويكتبها مثلا بت لينث، كلمة البت ريت يشوفها موجودة في السؤال ايه، لو هي داتا ريت يكتبها داتا ريت سليم. كمان برضو ممكن تعدله ازاي؟ ممكن بدل ما دي تنكتب 1000 على 10 أس 6 بالشكل ده، تنكتب 1000 على 10 أس 6 كده، أو تنكتب كده 1000 على مليون، ما 10 أس 6 يعني 6 أصفار الشكل ده، يعني تعملوا أي تغييرات. طيب يبقى إذن دلوقتي في حالة البيور ألوها، فإن الإس بتساوي الجي مضروبة في الإي أس سالب 2 جي. طب الجي بكام؟ إحنا لسه مطلعينها ب 2 من 10. يبقى هتكون 2 من 10 في الاكسبوننشال زي ما هو على الآلة الحاسبة، ونكتب كده سالب 2 مضروب في الجي اللي هي 2 من 10 زي القانون بالظبط. يبقى القانون كان بيقول ان الاس بتساوي الجي اللي هي 2 من 10 مضروبة في الاي اس سالب 2 مضروبة في 2 من 10، يعني سالب 4 من 10. بالآلة الحاسبة هيطلع لي الناتج اللي هو 134 من 1000. طيب ده الاس، بس انا عايز الثروبوت. علشان تجيب الثروبوت هتضرب الاس في عدد الفريمات الكلي في الثانية الواحدة، وهو كان كام فريم في الثانية الواحدة؟ انت قلت لي والله ان انا ببعت 200 فريم في الثانية، يبقى ده الرقم اللي انت طلحته مضروب في 200 هيديني 26.8 فريم، يعني تقريبا 27 فريم. ده كان في حالة مين؟ في حالة البيور قالوها. في حالة السلوتد قالوها القانون بيتغير، فبيكون الاس بتساوي الجي في الاكسبوننشال سالب جي. كانت هنا كان كام؟ كان هنا سالب 2، لكن هنا المفروض القانون اي اس سالب جي. فهنعوض ايه؟ نقول ال 2 من 10 زي ما هي، اكسبوننشال سالب 2 من 10 هيديني 163 من 1000. الرقم اللي هيطلع ده هنروح نضربه في عدد الفريمات في الثانية الواحدة اللي احنا مطلعينه 200، يبقى عدد الفريمات اللي هيطلع في الثروبوت هيطلع 32.7 من 10، يعني تقريبا 33 فريم. السؤال ده مهم جدا، خلي بالكم من التمارين الحسابية دي، يمكن تيجي في الكويز. السؤال اللي بعد كده بيقول لي يا ترى هي ايه الادفانتج، ايه هي الميزة بتاعة التوكن باسنج على الكارير سنس
Multiple Access with Collision Detection Protocol. في حالة الكارير سينس Multiple Access with Collision Detection فما بيكونش فيه جهاز لي superiority أو لي أولوية أو أفضلية على باقي الأجهزة، يعني كل الأجهزة زي بعضها، كلها بتتخانق أو بتتنازع على الميديم. سليم. أما في حالة التوكن باسنج فالجهاز اللي بيكون معاه التوكن هو اللي بيكون ليه الصلاحية إن هو يبعت البيانات، بقية الأجهزة ملهاش الصلاحية إمتى تبعت أما يجي عليها الدور. فهو بيقول لي إنه بيكون في there is no ways، طبعا النو أسفتي غلطة برضو خطأ مني، فالمفروض إنه الإجابة there is no ways، ما بيكونش في طريقة علشان نعمل prioritize، يعني نحاول نديها أهمية في حالة مين؟ الكارير سنس Multiple Access with Collision Detection. لكن في حالة اللي هي التوكن باسنج بروتوكول احنا ممكن ندي بريورتي للستيشنز وبالتالي للداتا المرسلة ليها. يبقى الإجابة بتاعتي انه في حالة الكارير سنس Multiple Access with Collision Detection ما بيكونش فيه Superior Stations، لكن في حالة التوكن باسنج أنا ممكن أأساين يعني أخصص بريوريتي أولوية للجهاز وبالتالي للداتا اللي بتطلع منه. السؤال اللي بعد كده بيقول لك يا ترى هو إيه الفرق ما بين البيكونت والسكاترنت؟ البيكونت ديت هي البيلدينج بلوك، يعني هي الوحدة الأساسية في حالة شبكات البلوتوث. البيكونت الوحدة بتكون مكونة من ماستر ديفايس يعني جهاز أساسي وسبع أجهزة بيسموهم secondary stations، يبقى مكونة من كم جهاز؟ 8، واحد منهم بيسموه البرايمري والسبع الباقيين بيسموهم secondary stations أو بيسموهم الماستر الرئيسي والسليفز الفرعية. الماستر ده هو اللي مسؤول عن عملية تنظيم الكوميونيكيشن جوه البيكونت. مجموعة من البيكونت المتوصلين مع بعضهم بيسموهم scatternet، يبقى الاسكاترنت هي عبارة عن كومباينيشن خليط ما بين مجموعة من البيكونتس، بحيث ان واحد من السكندري ستيشن هنا سليم ممكن يكون برايمري ستيشن في بيكونت تانية. يبقى اذا الفرق ما بين البيكونت والاسكاترنت، البيكونت هي عبارة عن نتورك مكونة من 8 اجهزة كحد اقصى، واحد فيهم بيكون برايمري والسبع الباقيين بيكونوا سكندري. أما الاسكاترنت فهي مكونة من مجموعة من البيكونتس.